هنا أن يكون المستوى الفني جيد جدا. ربيع العفوي، الاسم الذي لعب دربيات كثيرة، نتحدث عن هذا الجانب خصوصا، أنت شاركت في مباريات كبيرة في دربيات كثيرة، الحالة النفسية للاعب. صحيح، هي النقطة المهمة، يعني تعتمد على شخصية اللاعب، إذا كانت لديه شخصية قوية لا يتفاعل كثيرا مع الحضور الجماهير وكذلك التأثير الخارجي الذي يدوم تقريبا أسبوع أو أسبوعين خاصة من الجماهير التي تكل لها الديربي أولوية خاصة، فأعتقد بأن لاعبين كثر يعني تألقوا في مباراة عادية لكن يأتون إلى مباراة الديربي يخرجون خاول في فضو وأدى بهم إلى خروج يعني من النادي، سواء كان نادي الرجاء البيضاوي أو الوداد البيضاوي، وأعتقد بأن المعطى الفني تراجع كثيرا لهذا السبب، لأن هناك تأثير نفسي واضح جليا لدى بعض اللاعبين، لاعبين تقريبا غالبيتهم لم يعني يكونوا يعني من لاعبي الفريق سواء كان الوداد البيضاوي، أكثرهم كان يتم استخدامهم وبالتالي لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأجواء التي بالنسبة لهم فهي كانت دائما استثناء. نقف عند الخيارات الفنية بالعودة لتشكيلة كل فريق على حدة، والاعتبار بأن الرجاء يستقبل في هذه المباراة، هل هناك نوايا هجومية في تشكيلة الرجاء الذي يفكر في تحقيق نتيجة إيجابية وهو طموح مشترك بالنسبة للفريق الأحمر؟ طبعا أول شيء مباريات الديربي لا يهم من يستقبل، فنعرف أن المباريات يعني هي نفسها في نفس الملعب، الطموحات تكون مختلفة على حسب الوضع الفني، هناك فرق تصل إلى مباراة الديربي بثقة كبيرة وفرق تصل يعني متزعزعة، في هذه الحالة يعني فريقين في خط تصاعدي يعني، وكما قلنا في البداية يعني فاخر يحافظ على نفس المجموعة بنسبة 99%، طبعا سوف يراهن اليوم على مبيدي لدخوله جيد في مباراة النهائي، والشطيبي كان غير مقنع يعني ولذلك هو من يجلس على كرسي الاحتياط، فثبات كبير من ناحية فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي أيضا الماكينة تدور بشكل جيد، هناك يعني تفاهم كبير، هناك فقط يعني مؤاخذات على بعض اللاعبين وعدم ثباتهم خصوصا الكوادر، يعني لاعب كمتولي مثلا لا يمكن أن يسمح لنفسه أن لا يظهر في مباريات كبيرة كما هي بالنسبة لمباريات الكأس، لأنه لاعب مؤثر، واليوم في الديربي هي مباراة اللاعبين الكبار اللاعبين الموهوبين، ومتولي مثلا في نظري هو اللاعب الذي ممكن أن يسحب فريق الرجاء إلى الأمام، للأسف لا يقدر على تكرار المباريات الكبيرة على رأس كل أسبوع. نحاصر تشكيلة عبد الرحيم طالب. فتشكيلة عبد الرحيم طالب هو قبل كل شيء يمكن معطى لازم نذكره، وهو التحول الذي طرأ أو التغييرات التي طرأت يعني في المباريات الأخيرة، تقريبا استبعاد سواء كان إقصاء أو جلوس على دكة الاحتياط للعديد من اللاعبين اللي هم العمراني رابح المناصفي الرامي النجدي لمس الكحل، وبالتالي إعطاء فرصة للاعبين يعني جدد تم انتدابهم في بداية الموسم أو عناصر شابة كانت يعني بالنسبة كانت داخل الوداد البيضاوي، العطوشي وزهيد يعني كمحوري الدفاع الخلق على جهة اليمين والولجي اليسار، ثم اعتماده وتركيزه أعتقد رباعي على مستوى وسط الميدان بالرابح وفتح في افتكاك الكرة، وبكاري كوني والكرتي من أجل التمديدات والإمدادات عفوا والتموين، ثم الثنائي إيفونا وأندما، إيفونا يعني لاعب تم استخدامه يعني في بداية الموسم لديه قوة بدنية ويعتمد عليها كثيرا، وأندما الذي ربح ثقة المدرب خاصة بعد الأداء الأخير الذي قدمه ضد أولمبيك خريبكا تسجيل له هدفين جيدا، أعتقد بأنه ربح مكانته وبالتالي سيكون أساسي في هذه المباراة. على ذكر تلك النتيجة، كانت جرعة معنوية أن تفوز على أولمبيك خريبكا الفريق الذي صمد في أغلب المباريات، وأن يخسر هذا الفريق بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، رأينا الجانب الإيجابي النوايا الهجومية في فلسفة الوداد تحديدا في تلك المباراة. بالفعل، وطبعا يجب تحية يعني طالب على شجاعته يعني استبعاد كل هذه الأسماء الكبيرة التي ذكرها، ليس سهل خصوصا في محيط ليس محيط سليم كما هو الحال بالنسبة لمحيط فريق الوداد البيضاوي، إعطاء الفرصة للاعبين ربما الأجدر فنيا، أيضا تغيير التكتيكي ولعبه بهذا الرباعي في 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 وسط الملعب، اليوم الرجاء البيضاوي بطريقة لعبه مفتوحة جدا بمتولي والحفيظي ولاعبي ارتكاز، يجب أن ينتبه إلى منطقة الارتكاز حيث كوكو والراقي سوف يكونان ربما مقابلين لثلاثة لاعبين أربع لاعبين، فما بيضي الحافظي متولي مطالبين في حالة الارتداد الدفاعي يعني يساندوا يعني كوكو والراقي، لأن الطالب نعرف أنه لا مدرب متحفظ يعني سوف يلعب على أخطاء ربما الرجاء البيضاوي، لذلك هي مباراة مثيرة ربما تذكرنا بمباراة الموسم الماضي مع باد الزاكي عندما فاجأ الوداد الرجاء البيضاوي لمدة 40 دقيقة بضغط كبير جدا، والرجاء اليوم يجب أن يكون حذر لأنه صحيح أن الأرقام والفنيات والإمكانيات ربما الفردية لاعب بلاعب
تصب في مصلحتهم، لكنه مباراة يعني لهم بالنسبة لهم اليوم يعني. حتى بالنسبة للخبرة أعتقد بأن هناك خبرة لتصب في مصلحة لاعبي الرجاء الذين لعبوا تقريبا دوريات، في حين بالمقابل لاعبي فريق الوداد البيضاوي أعتقد بأن ستكون المباراة الأولى. نتكلم عن الكرتي، نتكلم عن العطوشي، زاهد، الولجي، إيفونا، هؤلاء اللاعبين سيكون لهم أول ديربي، وأعتقد بأن كما قال سعيد يمكن الجانب الفني يصب لمصلحة الرجاء، كذلك الجانب من جانب الخبرة وهو عنصر مهم خاصة في مباريات كبيرة من هذا الشكل. ما دامت الإشارة لشخصية اللاعب، بإمكان لاعب أن يشارك لأول مرة في ديربي وقد يكتب نجوميته على طريقته الخاصة تحديدا في هذه المباراة. طبعا هو سلاح ذو حدين، يعني بإمكان لاعب الذي يأتي من خارج محيط الدار البيضاء ألا يعمل حسابات كثيرة للضغوطات، وهذا يمكن أن يكون في مصلحته، ويمكن أن يكون العكس أن يأتي لاعب من مدينة صغيرة في فريق صغير ليست له ضغوطات فيختلف عليه الوضع في فريق الرجاء أو الوداد البيضاوي، خصوصا في أسبوعين الذين يسبقان الدوري سوف يعيش أجواء لم يتعود عليها، ربما رغبته الكبيرة في أن يقدم كل شيء في الدوري في نهاية الأمر تعطيك نتيجة سلبية أو عكسية، لذلك يعني كان هناك نماذج كما قال ربيع في السابق عن لاعبين قدموا للدار البيضاء كانوا ذو مستويات فنية جيدة لكن في مباريات الديربي خصوصا يصعب عليهم تقديم كل إمكانياتهم. مشهد ولا أروع للمركب الرياضي محمد الخامس، مسرح الحدث المرتقب، فنيات، طقوس خاصة طبعا خلال تلاعب بالكرة بهذه الطريقة، هذه الفنيات ليست بالغريبة وهذه الطقوس ليست بالغريبة على الأجواء التي تسبق الديربي. أكيد وصلت لحظات الحسم كابتن ربيع لديربي مزايا كثيرة، هي مناسبة لإبراز مؤهلات اللاعبين والانتفاضة نادي على حساب الآخر، أكيد بأن هذه المباراة تشكل منعطف بالنسبة للجانبين. صحيح، وهذا ما نتمنى أن اللاعب يكون واعي يعني جدا من خلال بأن هذه المباراة تكون يعني مرآة أو ممر حتى يعني لإبراز مؤهلاته سواء ما كانت داخل المنتخب أو الذهاب إلى الاحتراف خارجيا، خاصة بأن هناك يعني مدربين أو يعني أشخاص من خلية انتدابات الفرق الأوروبية تحضر وسوف تحضر كذلك لمعاينة بعض اللاعبين، وبالتالي فهي فرصة للاعب أن يتألق من الخروج من ذلك التحفظ، ويمكن هذا هو السبب يعني تراجع المستوى الفني لمباراة الديربي، والمدرجات هي التي كانت تسرق الأنظار السنوات الأخيرة، وسوف كما يعني وصلني من أصداء سوف يكون هناك تيفوين للفريق يعني للفريقين، تيفوين لها أكثر من دلالة ومعنى بالنسبة لكل طرف. هناك خصوصيات طبعا في الديربي بالعودة للدارجة المغربية، الكل ربما يترقب كيف هي الأجواء تقريبا بالنسبة لجمهور المقارة، جمهور فريميجا، مصطلحات كثيرة تعطي لهذا الديربي نكهة خاصة. نتحول اللحظة لنعيش الأجواء الحية في الحدث الاستثنائي الديربي رقم 15 بعد المئة، نتحول لأجواء التعليق والزميل جواد بادة. جواد إليه. شكرا للزميل ماجد الشاشعي. مشاهدينا الكرام متابعين عبر الجزيرة الرياضية، نعم من أول حدث بمركب محمد الخامس، يوم استثنائي في ديربي استثنائي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وهذه الأجواء الرائعة جدا بمركب محمد الخامس، دخلت الأنصار الرجوية والودادية بمنطقة المكان، نعم أنصار الأخضر والأحمر الودادي في الفريميشة، هنا الإبداع للأنصار الودادية والرجوية، لو صلت وجلت بالعالم بأسره فلن تجد مثل هذه اللوحات إلا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. الإبداع عند الفصائل الرجوية الودادية كما تلاحظون مشاهدي الكرام، لمسة الإبداع حاضرة وبصمة الأذكياء حاضرة ورسائل المشجعين كذلك واضحة، نعم هي صور للذكرى، صور ستبقى خالدة اليوم، نعم الدخلة الرجوية والودادية تؤرخ للديربي رقم 115، الأنصار الودادية في منطقة الفريميجا تعيد الدفء مرة أخرى لمدرجات مركب محمد الخامس. انظر يا وداد، جمهورك ينادي ودادي ودادي، لك حبي وفؤادي، هذا هو جمهور الوداد
دائما في الميعاد في أصعب الأوقات، هنا حاضر لتجاوز أصعب الأزمات التي عاشها فريق الأحمر. جمهور الرجاء على الصورة، مثال للوفاء، حاكوا ضد والمؤامرات، ولكن بلسان واحد الشعب الخضر يقول رغم الداء والأعداء فالرجاء دائما في العلياء. هذه الصورة نعم الحاضرة لوحة فنية رائعة، ولكن رسائل لمن تهموا الأمر، أنصار الوداد متربصون يحتجون كذلك ويرسلون أكيد بالعديد من الرسائل أسبوعية لمن يهموا الأمر والمطالبة. نعم هذه الرسالة الواضحة لأنصار الوداد، الرحيل بالنسبة لأول مسؤول داخل القلعة الحمراء ومصر على ذلك الأحمر، ولكن سعداء اليوم بجمهور الوداد الذي أعاد الدفء لمنطقة فريميشا. نعم الديربي ما يحلاش بدونكم يا جمهور الخضراء ويا الأحمر الودادي اليوم في عرس كبير بالدار البيضاء. إذا مشاهدي الكرام هو الديربي رقم 115 للتدوين، عام 114 الديربي.